السلام عليكم حبايبي سنة تالتة. النهاردة هناخد أول درس عندنا في الترم الثاني وهو اسمه خواص الضرب. طيب، خواص الضرب، أنا عندي عملية الضرب لها خواص. احنا خدنا بعضها في الترم اللي فات، خدنا خاصية اسمها خاصية الإبدال. يعني ايه إبدال؟ يعني لو بدلت الأعداد في الضرب هيكون حاصل الضرب هو هو. وخدنا هناخد خاصية اسمها التجميع، هنعرف ايه هي، وخاصية اسمها خاصية التوزيع، وهي توزيع الضرب على الجمع، ودي خدناها بس هنفتكرها مع بعض واحدة واحدة. طيب تعالوا ناخد خاصية خاصية ونشرح. اول خاصية اللي هي خاصية الإبدال، لو انا عندي 4 في 5، 4 في 5 يعني الأربعة هتتكرر 5 مرات، تمام. طيب بكام؟ ب20. طب لو قلت 5 في 4 يعني 5 هتتكرر 4 مرات، يعني 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 هيطلع الناتج برضو 20. طيب هستنتج من هنا ايه؟ ان 4 في 5 يساوي 5 في 4 يساوي 20. يبقى دلوقتي عملية الضرب عملية إبدالية. طب لو هتكمل معايا، 6 في 3 هيساوي كام في 6؟ ايه اللي انا عملته؟ الستة موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى العدد اللي ناقص لي 3، يبقى انا كده استخدمت خاصية الإبدال. طيب تعالى لو معايا كام في 7 يساوي كام في 1. طيب هنا ايه اللي موجود؟ انا عندي اليساوي دي زي كفة الميزان، لازم اللي بيكون موجود هنا هو هو اللي موجود هنا. طيب انا عندي دلوقتي ايه اللي اضربه في 7 يديني ايه اللي اضربه في 1؟ هكمل، ايه اللي هنا مش موجود؟ الواحد مش موجود الناحية دي، يبقى 1 في 7 بيساوي، طب لو بدلتها هيخليها ايه؟ 7 في 1. يبقى انا كده استخدمت خاصية الإبدال. طب تعالى بص معايا لتاني خاصية، الخاصية التانية اسمها خاصية التجميع. التجميع بستخدمها في حالة لو أنا عندي 3 أعداد مضروبين في بعض، 4 في 3 في 5. طيب أنا مش هقدر يمس إن أنا أضرب الـ3 أعداد في بعض، الـ4 في الـ3 في الـ5، بس أنا هنا هعمل إيه؟ هستخدم خاصية بستخدم فيها الأقواس بحيث أنا سهل الضرب عليا. هضرب عددين واسيب 1. طيب العددين الأولين اللي عندي 4 في 3 هخليها 4 في 3 الأول، وبقى عندي برا الإيه؟ الـ5. طيب ممكن أستخدم الأقواس بطريقة تانية؟ أيوة. هعمل إيه؟ ممكن أعمل إيه؟ أخلي 4 هي اللي برا في، وافتح القوس على العددين التانيين، يعني هبدل القوس هنا، هسيب الـ4 واخد القوس على العددين الاخرانيين، يا 3 في 5. دي اسمها خاصية ايه؟ اسمها خاصية التجميع، اسمها خاصية الايه؟ التجميع. طيب او بسميها باسم تاني، ممكن تسمى في حتة تانية اسمها الدمج، اما تكبر شوية ممكن تاخدها باسم الدمج. طيب تعال نستخدمها تاني، لو 1 في 6 في 3 ممكن استخدم خاصية التوزيع ازاي؟ ممكن اضرب 1 في 6 الاول، وبعدين اضرب في 3، الـ3 اعداد هنا هما الـ3 اعداد الموجودين هنا. طب بتساوي ايه تاني؟ ممكن اسويها ايه تاني؟ ممكن اسويها اسيب 1 برا، وبعدين اخد 6 في 3 مع بعض. طيب الخاصية اللي انا استخدمتها هنا اسمها خاصية الايه؟ التجميع. طيب فضل خاصية احنا خدنا جزء منها الترم اللي فات اسمها خاصية التوزيع. وتوزيع دي بوزع ايه على ايه يا مس؟ اسمها خاصية التوزيع توزيع
الضرب على الجمع. ازاي يا مس؟ طيب بقول لو انا عندي 5 في 12، طيب لو انا مش عارف اجيبها، الاتناشر دي مكونة من عددين، فانا هبسط عندي شوية، هخلي 5 برة زي ما هي واقول فيه، هبسط الاتناشر دي لعددين ابسط من الاتناشر. طيب ممكن تكون اقسمها لايه وايه؟ ممكن اقسمها ل2 زائد 10، بحيث ان الضرب عندي في 10 بيسهل لي، وهبتدي اوزع الضرب على الجمع. هاخد 5 في الاول، هضربها في الاتنين، قابلتني علامة الزائد، وبعدين هاخد 5 برضو اضربها في 10، يبقى انا كده وزعت 5 على الاتنين وعلى 10، وهرجع اجيب الناتج واحدة واحدة، 5 في 2 ب10 زائد 5 في 10 ب20 هيساوي 5 في 10 ب20، لأ خد بالك معايا، 5 في 10 ب50، بقت 10 زائد 50 اجمع يديني 60. انت ممكن تكون حافظ 5 في 12 فعارف الناتج على طول. طب لو جات لي حاجة اكبر شوية، طيب لو مثلا 6 في 14، هستخدم خاصية توزيع في تسهيلها ازاي؟ هقول 6 في، وافتح قوس، اخليها 4 زائد 10، تمام. ممكن اخليها حاجة تانية يمس غير اربعة زائد عشرة، ممكن اخليها 7 زائد 7، اسهل على نفسي باي طريقة، ممكن اخليها 5 زائد 9. طيب وهبتدي اوزع 6 في 4 زائد 6 في 10 هيساوي 6 في 4 ب24 زائد 6 في 10 ب60، وابتدي اجمع 4 و0 هي الاربعة، 2 و6 يديني 8، يبقى الناتج 84. طيب يبقى احنا دلوقتي خدنا 3 خواص لعملية الضرب، هي خاصية الإبدال وخاصية التجميع وخاصية التوزيع. يعني ايه خواص؟ يعني حاجة بتتميز بيها العملية دي. شكرا يا سنة تالتة.